على الرغم من أنها لم تبلغ من العمر عاما، إلا أن دي جي أي تقوم بالفعل بترقية الطائرة بدون طيار مافيك أير 2 من المستوى المتوسط. يأتي مافيك أير 2 اس الجديد بسعر 999 دولارا، نعم 200 دولار تماما عن الطراز السابق، مع بعض الميزات والتحسينات الجديدة البارزة بما في ذلك مستشعر صورة أكبر. المستشعر الجديد مقاس بوصة واحدة قادر على التقاط صور بدقة 20 ميجا بكسل وفيديو بدقة 5.4 كي و4 كي حتى 60 إطارا في الثانية، لكن مع الاحتفاظ بخيولك أو محافظك هناك بعض التحذيرات لتلك القدرات الرائعة. مستشعر كاميرا مافيك أير 2 اس هو بنفس حجم ما تحصل عليه داخل مافيك 2 برو المتطورة، إنه أكبر بكثير من المستشعر نصف بوصة المستخدم في أير 2 العام الماضي. يجب أن يلتقط أير 2 اس صورا جيدة بنفس القدر تقريبا وفيديو أفضل، لأن مافيك 2 برو بحد أدنى على الورق تبلغ دقة الفيديو القصوى لام أير 2 اس 5.4 كي مقابل 4 كي على مافيك 2 برو، وبالتالي فإن فيديو 4 كي من أير 2 اس يتميز بمعدل بت أعلى 150 ميجابت في الثانية مقارنة ب 100 ميجابت في الثانية. أخيرا يتميز فيديو أير 2 اس بدقة 4 كي أيضا بمعدل إطارات أعلى. كل هذه ترقية رائعة على ما تحصل عليه في النموذج الأكثر تكلفة، ناهيك عن مزايا أير 2 الأصغر. بمجرد أن تتحول إلى 4 كي 60 إطارا في الثانية، على الرغم من ذلك أفضل معدل إطارات 4 كي ستلتقطه سيكون هناك بعض الاقتصاص المهم، لأنه لا يستخدم مستشعر بوصة واحدة كاملة في الوضع، إنه نوع من المحاصيل 1.3x تقريبا بالنسبة لعيناي، لكن دي جي أي لن تؤكد بالضبط نسبة المحاصيل الموجودة. لا ينبغي أن يثنيك ذلك عن استخدام 4 كي 60 إطارا في الثانية. لا تزال جودة الفيديو صامدة وبالتالي تبدو الصورة رائعة في النتيجة، ولكن إذا كنت تقارن أوراق المواصفات فقط فلن ترى أن هناك اقتصاصا أثناء هذا الوضع. قد يفسر هذا أيضا لماذا يتميز أير 2 اس بمسافة بؤرية أوسع قليلا من الأخرين داخل تشكيلة مافيك. عند استخدام المستشعر الكامل مقاس بوصة واحدة تكون المسافة البؤرية 22 ملم. عادة ما تكون الطائرات بدون طيار من طراز دي جي أي مقاس 24 أو 28 ملم. أنا شخصيا أحب المظهر الأوسع قليلا، ولكن إذا كنت تفضل تركيبة أكثر إحكاما فستستخدم الزوم الرقمي المدمج أو القص في التحرير. يعتمد توفر التقريب الرقمي على وضع التصوير الذي تستخدمه. في 1080 بكسل 60 إطارا في الثانية ستتمكن من التكبير بمعدل 6x، يتيح لك 1080p 30fps تكبير 8x 4 كي 60 حتى 3x 4 كي 30 لديه تكبير 4x، وأخيرا لا يوجد تكبير رقمي على أقل تقدير عند 5.4 كيلو بايت. من الناحية التاريخية لا يعد التقريب الرقمي شيئا يدغدغ خيالي، ولكن وجود مستشعر بقياس بوصة واحدة بدقة قصوى تبلغ 5.4 كي يساعد حقا هنا، وبالتالي فإن فقدان الجودة ليس بهذه الحدة. حتى بمعدل 3 أضعاف ستلتقط بعض اللقطات المفيدة للغاية. ومع ذلك هنا نصل إلى تحذير مختلف، لا يهم أي من هذا إذا كنت تقوم بالتصوير في دي لوب أو HDR، لأنه لا يمكنك التركيز أثناء التصوير في أي من ملفات تعريف الألوان هذه، فقط ملف تعريف جودة الألوان. يجب عليك محاولة إجراء كل عمليات التكبير التصغير والقص مرة أخرى بعد الحقيقة ذاتها داخل التعديل بمجرد التصوير في أي من هذين الوضعين. أيضا لا يمكنك استخدام التكبير الرقمي على أقل تقدير أثناء التقاط الصور، الأمر الذي قد يكون محيرا بعض الشيء.
هناك تحذير آخر بين ملفات تعريف الألوان. أقصى ISO في ملف تعريف ألوان دي لوب هو 1600، في حين أن ملف تعريف جودة الألوان يصل إلى 3200. للمقارنة، فإن الحد الأقصى لام بيك 2 برو ISO في ملف تعريف الألوان القياسي هو 6400. إنه ليس صفقة، ولكن تماما مثل محصول 4 كيسيتون، من الجيد أن نتذكره. يطلق Air 2S أيضا وضع طيران آلي بديل يسمى Smart Shots. بمجرد تنشيطه، تستغرق الطائرة بدون طيار بضع دقائق لالتقاط بضع مقاطع فيديو مبرمجة مسبقا. إنها خيارات مثل لقطات دائرية واسعة، لقطات دائرية ضيقة، طائرات بدون طيار، من أعلى إلى أسفل، وما إلى ذلك. يقوم بتسجيل 5 إلى 10 مقاطع لا بد منها، وبالتالي يقوم التطبيق تلقائيا بإنشاء تعديل موجز. إنها تماما مثل عروض الشرائح على تطبيق جوبروس كيك iOS باستثناء الطائرات بدون طيار. إنه خيار ممتاز لعدد أقل من الطيارين ذوي الخبرة الذين يريدون فقط شيء موثوق به ومباشر لمشاركته مع أصدقائهم. كانت إحدى النقاط المهمة في Air 2 هي القدرة على التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل بمساعدة تجميع وحدات البكسل. لن يكون لديك هذا الخيار هنا، لكنني سأختار دائما حجم المستشعر على الدقة النقية، وبالتالي أثبت Mavic Air 2S أنني على صواب. الصور تبدو استثنائية. بصفتك شخصا يفضل التقاط صور بطائرة بدون طيار على الفيديو، فإن امتلاك مستشعر بقياس بوصة واحدة خلال جسم أصغر من Mavic 2 Pro قد يكون حلما يتحقق. تلتقط كلتا الطائرتين صورا بدقة 20 ميجابكسل، لكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة. هناك مسافة بؤرية ناقشتها سابقا، ولكن أيضا النطاق الديناميكي في جهاز برو هو الأفضل. يوفر 14 توقفا مقارنة ب 12.4 توقفا على Air 2S الجديد، مما يساعد على منع سمائك من إرسال المكالمات في المشاهد عالية التباين. بالتأكيد، ستفقد لمسة من البيانات لتتعرف عليها، لكن الفرق ليس ملحوظا للغاية. تبدو الصور رائعة في كل من ISOS المنخفضة والأفضل. ستفقد أيضا علم الألوان حس البلاد، إذا كان هذا يستحق أي شيء بالنسبة لك. يتمتع Mavic 2 Pro بميزة واحدة كبيرة على Air 2S، فتحة قابلة للتعديل. هذا مفيد لكل من الصور والفيديو، ويوفر لك نقطة تحكم أخرى عند محاولة تثبيت التعريض الضوئي الصحيح. في Air 2S تكون أدوات التحكم الوحيدة التي لديك هي ISO وسرعة الغالق، لذلك قامت DJI بتضمين مجموعة من فلاتر ND في حزمة فليمور. 1299 دولارا، تتضمن أيضا بطاريات إضافية وملحقات أخرى للسماح لك بالحد من كمية أشعة الشمس القادمة إلى العدسة. يوجد أيضا تغيير طفيف في وضع هايبرلابس. لن تحصل على عمليات تصدير 8 كي هايبرلابس كما فعلت على Mavic Air 2، فقط 4 كي أو أقل، لأن دقة الصورة القصوى هي 20 ميجابكسل. هذا التصدير له الآن مزيد من الاستقرار بعد تطبيقه، لكنه ليس مثاليا. ما زدت أرى بعض الاهتزازات غير المرغوب فيها خلال عدد قليل من مقاطع الفيديو التي سجلتها. ما زلت أوصي بتشغيل مثبت أخر فيما بعد، فمعظم الأجهزة الموجودة على Air 2S تشبه تماما Air 2، ولكن هناك مجموعة إضافية من المستشعرات الموجودة في أعلى الطائرة بدون طيار للمساعدة في اكتشاف العوائق وتجنبها، خاصة عند السرعات العالية. تبحث DJI عن APAS، نظام مساعدة الطيار المتقدم 4.0. قد يكون تجنب العوائق شيئا ترغب في تنشيطه يدويا، وتختار الطريقة التي تريد أن تتصرف بها الطائرة بدون
طيار، إما أنها ستكبح أمام عقبة أو تحاول الالتفاف حولها. في الاختبار الذي أجريته، كانت الطائرة بدون طيار أكثر تردداً مما توقعت. غالباً ما يفضل الكبح أمام العقبات بدلاً من تجنبها. مرة أخرى، هناك تحذير هنا. لن يضيف APAS أو تتبع التركيز أوضاعاً أعلى من 4 كي 30 إطاراً في الثانية. من المشجع التأكد من بعض الاهتمام الإضافي في هذه المنطقة، لكن DJI ليست قريبة من سكيديو عندما يتعلق الأمر برحلات ذاتية القيادة. لا يزال هذا خياراً أمنياً فقط، وليس شيئاً يساعدك في الحصول على لقطات سلسة مع تجنب العقبات. أخيراً، تصاحب جميع الترقيات نجاحاً بسيطاً في عمر البطارية. قامت DJI بتقييم البطارية عند 31 دقيقة من زمن الرحلة مقارنة ب 34 دقيقة على ماڤيك أير 2 السابقة. إنها تسوية جيدة، ولم ألاحظ أنها تؤثر على مقاربتي للطيران. على الرغم من بعض القيود الغريبة في ميزاتها، تظل ماڤيك أير 2 إس طائرة بدون طيار مذهلة، خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين يريدون شيئاً أكثر قدرة من DJI ميني 2. هناك نوعان من المقايضات مقارنة ب ماڤيك 2 برو، ولكن بصراحة، معظم من الناس سيكونون بخير معهم. لقد كتبت مؤخراً عن كيف أصبحت ميني 2 التي تم التقليل من شأنها أن تصبح الطائرة بدون طيار المفضلة لدي. بفضل قابلية النقل التي لا مثيل لها وجودة الصورة الأفضل من المتوقع، كاد أير 2 إس يأخذ هذا اللقب بعيداً. إذا أعطيت الأولوية لجودة الصورة، فهذا خيار واضح بشرط أن تتحمل الضربة الإضافية لمحفظتك. يتمتع ماڤيك أير 2 إس الأون بالتوازن الصحيح بين الحجم الصغير وجودة الصورة الرائعة، على الرغم من كل العلامات النجمية والمحاذير.